أفعل؟ إننا نستعد لعمل الخبز. سنخبز الخبز في الفرن. نعم. انظروا إلى هذا العجين. يجب أن نقلبه قليلا. ما شاء الله. هذا الدقيق ليس أبيض بل رمادي لأنه مصنوع من حبوب أخرى ليس من حبوب القمح بل من حبوب الشعير أتوقع. وسننتظر ارتفاع هذا العجين مرة أخرى. أرجو المعذرة، هذا العجين من دقيق الشبلم. شبلم، تعرفون هذه النبتة؟ ليس شعير بل شبلم. أمي تنتظر حتى يستعد العجين. ما شاء الله، ارتفع العجين مرة أخرى. انظروا، جميل. أنا متشوقة جدا إلى أكل هذا الخبز. الآن أمي تجهز هذه الأداة المعدنية. هنا سنخبز الخبز في هذه الأواني. سيكون الخبز بشكل الأجرات كما فهمتم. نمسحه بالزيت، نمسح هذه العلب، لا أعرف كيف نسمي هذا، هذه آنية معدنية. يبدو لي أن الخبز جاهز. ما شاء الله، لننظر إليه. ما شاء الله، كم هو جميل. والآن نأخذ الماء ونفعل هكذا، من الضروري أن نفعل هكذا، ونغطي بالمنشفة. نعم، لمدة معينة. بعد ذلك سنخرج الخبز من هذه العلب المعدنية. ما
شاء الله كم هذا الخبز جميل جميل جدا. قولي من بابا رزريجش هذا العابق أريد أن أشمه دائما. Ребенка такой. Да, я понюхаю. Да, горячо. الخوب الساخن بعد فترة سنقطعه و سنجربه. حان الوقت لقطع الخبز. ما شاء الله. كم هو جميل ولذيذ. ما شاء الله.